اهلا بيكم من جديد، رجعنا لكم. سيب كل بقى اللي في ايدك عشان دي فقره للتاريخ. هوايه التوثيق يوثقوا معنا. يمكن قبل الفاصل كان فارس بيقول جمله، انا بشوف ان مفيش حد بيتكاسل في المباريات، قلت له انا مختلف معاك. وقبل ما هو كان يقول كده قلت دايما بتكلم من خلال التصريحات. يعني ايه؟ يعني في حد بيوضح او بيعترف او بيقر بواقع انا هنا ما اقدرش اتجاهلها. ولكن خلونا الأول نروح للكابتن جمال عبد الحميد وهو بينصح الآخرين في مسألة التكاسل أو بين قوسين اللي بيتقال عليه تفويت مباريات. نشوف الكابتن جمال عبد الحميد ونرجع نعقب. إعلان إن لازم الأهلي والزمالك يلعبوا آخر مباراة، ما يلعبوش من أول الجدول. تمام. لازم يتحطوا على رأس المجموعة يا مهيب. بالظبط. دلوقتي الفرق تتهم إنها بتسيب. خلي بالك أنت لازم تتبنى دي يا مهيب. لازم اتحاد الكورة الاهلي والزمالك على راس القائمه، يلعب اخر الدور الاول واخر الدور عشان الفرق ما تتهمش ان كل فرقه محترمه، انما في ناس بتصطاد في المال عكرة بتتهم الفرق انها بتسيب. عجبني جدا الكابتن جمال عبد الحميد وهو عاوز مباريات الاهلي والزمالك تكون اخر مباريات في الدور الاول والدور الثاني، عشان في ناس بتصطاد في المايه العكره وبتبدا تتهم انديه وكل الانديه محترمه. احنا بنؤيد كلام الكابتن جمال عبد الحميد، فعلا كلام محترم جدا. بس مين الناس اللي بتصطاد في الملعب؟ لا، يا رساله انا متفق معاك، رساله قويه، بنحيي كابتن جمال عبد الحميد عليها، ودرس اخلاقي للبعض اللي بيحاول يتهم ان في تفويت. فعلا كابتن جمال عبد الحميد بنشكرك، بس كابتن جمال عبد الحميد للاسف هنجيب له نموذج ما بيشوفش الامور بعينه، ما بيشوفش زيه ان الفرق بتعمل اقصى ما عليها. وشكرا كابتن جمال عبد الحميد عشان يوجه رسالة لكابتن جمال عبد الحميد. اتنين، شوفوا الفيديو وحاولوا تمسكوا نفسكم. سموحة بيفتح أبوابه على أربعة. لا، مفيش حد يعمل كده يا كابتن. مش هو اللي بيفتح بقى، يعني مغلوب أربعة عادي جدا جدا. والنهاردة المقاولين مغلوب اتنين عادي جدا جدا. الناس تقول احنا عملنا ماتش عالمي صد النادي الأهلي، والمقص قال لك احنا نخاف على رجول النادي الاهلي، فواضح ان مفيش تكافؤ فرص. يعني هم دلوقتي الفرق ما شاء الله اللي بتلعب الاهلي كلها مبسوطه انها بتتغلب، مبسوطه جدا، وبيطلعوا يقول لك احنا عملنا مباراه جميله واحنا قفلنا واحنا كنا مش عارف ايه. ده يا حمد انت مغلوب، ايه مباراه جميله وانت مغلوب؟ يعني كابتن جمال عبد الحميد انا شايف ان ده شيطان ودخل ما بين حضرتك وكابتن جمال عبد الحميد، ومحتاجين تقعدوا مع بعض وتتصافوا، لان ما ينفعش حد بيكيل الاتهامات وحد بيرد عليه في الاتهامات. يا جماعه انتوا في النهايه واحد، يعني ما ينفعش يحصل منكم كده. الكابتن جمال عبد الحميد الحقيقه يعني في الوقت بنفس القميص بنفس الحلقه في نفس الوقت كان بيتكلم في حاجه ورجع عكسها تماما. والحقيقه انا هنا باخد الامر بقى الكابتن جمال عبد الحميد والجماهير النادي الاهلي تحديدا. انتوا متخيلين في حلقه مدتها، او كان ضيف في حلقه مدتها حوالي نص ساعه او ساعه، يقول تصريحين زي دول في نفس الحلقه ان الانديه كلها محترمه ويجي بعدها يقول الفرق بتتغلب قدام النادي الاهلي وهي مبسوطه. فتخيلوا بقى لما يجي يتكلم عن حاجه في موسم 81 82، بالمناسبه رواها باكتر من روايه. وفي النهايه الكابتن جمال عبد الحميد امام حضراتكم، فما تاخدوش كلام الكابتن جمال عبد الحميد بمحمل الجديه، خلونا ناخده كده واحنا هاديين.